يا رفيق جيتنا يا بني، يا رفيق جيتنا يا هي، وما نطيق الضيم ع محمد، ما نطيق الضيم عليه. يا هلا هلا يا هلا باللي له الخافقي. هلي فرحان، يا عيون فرحان. أنا ما عندك تطلبني اليوم اليوم بدي اقول لابوي. لا، ما رح اضل استنى. يعني انا اليوم بدي اقول له، واللي بده يصير يصير. اسمع فرحان، اذا ما بتقول لابوك اليوم، ابوي رح يجوزني لابن المختار. شو ابن المختار؟ ما ابن المختار اليوم بدي اروح اقول له، اذا مجوزني اياك والله رح اقول قبحان. ايوه هيك بدي اياك زلمة. عاد شو فكرة يا قلب فرحان؟ يا عيونه، نتجوز، بنبيع الاراضي كلها ونحن نعيش بالمدينة. وابوي ابوك بضل عايش هون، اصلا هو ما بقدر عليه غير هون. بنبيع كل الاراضي ومنخلي له الدار اللي هو عايش فيها. طب انت بتعرف انه انا وحيد ابوي، ما بقدر اتركه لحاله. يعني بدك تخسرني؟ لا يا قلب، خلص اللي بدك اياه بصير. حبك هسه بدي اروح اقول له. ابشر 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 يا فرحان بالبنت اللي بدك اياها. ابيك سمعت اقول لك، اه ترى في مره وفي مرمره وفي بسمار بالعنتره. شو هذا يابا؟ هذا مثل، اذا حليته ابشر بالبنت اللي بدك اياها. يابا بالعيق انا فاضي يابا، لا مثل وما مثل. مثل ما قلت لك، حل المثل وابشر باللي بدك اياه. يابا البنت تروح من بين ايدي يابا. حقيني حقيني. طب ماشي. اسمعي، انا رحت ابوي اليوم وقلت له بدي اتجوز، قاعد تقول لي يابا مش رايح اجوزك الا تتفهم هالمثل. بعدين مع ابوك، شو هذا المثل؟ في مرأة وفي مرمرة وفي مسمار بالعنترة. تعرف انه امبارح كان عندنا ابن المختار؟ شو بعمل عندكم هذا؟ اسمعي، ضلك انت ارفضي ماشي، على ما اروح ادور على هالمثل واسال وارجع. اسمع فرحان، روح على ابو سعيد اللي بقريه ام التين. ام التين؟ بلكي بعرف هالمثل لانه متجوز اربعه. طيب ما بعدها؟ يعني انا ما بستاهل؟ لا والله عم تستاهل. اعطيه مطيوك هلي طيواني. يعطيك العافيه يا مختار. هلا هلا عمي. شلونك يا مختار؟ هلا. ابن مين انت؟ أنا ابن فرحان صاحب بور الطحين، بور ضلوط. مليح مليح، اقعد جاي اقعد. يا الله الله يزيد فضلك يا عمي يا مختار. هلا يا عمي، هلا هلا. تفضل. أشكرك يا عمي. كمان يا عمي. الله يسلمك يا عمي. الله يحييك. اشكرك. وبشو بقدر اساعدك؟ والله يا عمي اني واقع بمشكله. خير ان شاء الله. بدي اتجوز وابوي مشرط علي افهم هالمثل. وشو هو المثل؟ في مره وفي مرمره وفي مسمار بالعنتره. قالوا لي انت بتجوز اربعه واكيد تعرف شو معناه. اربعه؟ والله اني سامع بهالمثل يا عمي. بس اسمع، ولا الك غير الشيخ خالد. هو اللي بيساعدك وبيخلص لك مشكلتك. وين بلاقي؟ هسه بكون طالع من الجامع. هسه؟ هسه. وجهنا الله يلعن الساعة اللي تجوزت فيها. والله فضحتنا. ايه يا عمي، استنى. أقول لك، دير مع الدرب وين دارت، وخذ بنت السبع وين بارت. كمان مثل، هو أنا فهمت الأولاني تفهم الثاني يا عمي.
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. تفضل يا ابني. وداني عليك المختار أبو سعيد، أنا واقع مشكلة وقلت لك لهاش حل إلا عند الشيخ خالد. شو مشكلتك؟ بدي أتجوز وأبوي مشرط علي ما يجوزني إلا تفهم هالمثل. وشو هو المثل؟ في مرة وفي مرمرة وفي مسمار من العنترة. اسمع يا ابني، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها اللي هو زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثانيا لمن اتقى: فيا ابني على كل مخلوق بذل الجهد لاختيار الأفضل حتى لا يظل الإنسان يلوم نفسه. شكرا لك يا شيخ على المعلومات الواضحة. حياك الله. الله يجعله في ميزان حسناتك. الله يسلمك. سلم على المختار. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. قوم قوم شوف الزين شو بده. والله أعطينا علبة سارقين من الحار. كيف الحال؟ والله غيرك تروح منيد وانا قاعد ادور على مثل ما مثل. اخ منين رجت من سلافة المثل يا حشيشة قلبي يا فلح. يا قلبي يا فلح. مالك يا ابني شايل هموم هالدنيا على كتافك؟ بدي اتجوز وشرط علي ابوي افهم هالمثل. شو هالمثل؟ في مره في مرمره وفي مسمار بالعنتره. ولو هاليها يا ويلي حسرتي يا ويلي حرامي حرامي الحقوني يا ويلي الحقوني حرامي شفت لك شرط حسرتي يا ويلي حرامي. صحصت امي خلاص هذا مقتلونا يا خاله. يسكب يسكب علي ما يسكب يسكب علي ما يسكب. شو يمه شو صار شو فيه؟ ما بي غير كل خير وقعت بهالنبعة هاي وهالشب الطيب انقذني. شكرا يا الطيب وكثر من امثالك. ما في داعي للشكر ما عملت الا واجب. يلا خليك يا يمه علي. يلا يا يمه يلا 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 يا يمه يلا. كثر خيرك يا اخوي كثر خيرك. السلام عليكم يابا. هلا هلا شلونك يابا؟ الله يسلمك. هلا فرحان شو اخبارك؟ هلا يابا الله يسلمك. الله يرضى عليك. الله يسلمك ويعزك. هسه يابا انا فهمت ليش ودتني اروح افهم هذا شو مثل. ها قول لي شو فهمت؟ فيه من النسوان بنتك حيل وفيه من النسوان بنت حماره وفيه من النسوان تذر رجلها وتعين وحرة على جور الليالي صبارة. فيه من تسوى مئة ناقة وناقة. وياك بنت الردي لا تاخذها. خذ بنت الغانمين بمالك وسلام سلم راسك يا ابا. صدقت صدقت يا فرحان. وابشر بالبنت اللي بدك اياها. الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابا.